بسأل بس أخد تم محاسبة الناس اللي حضرتك بتكلم عليها دي وتم تبريرتهم في ساعتهم من القضاء لغياب الأدلة ساعات بعد إذن حضرتك. لا أنا بس معلش عشان ما نلاقيش نقطة غايبة عن الناس لم يتم تسليم بعد إذن حضرتك بس عشان ما نصدرش فكرة إن الناس دي ماتت وما عندهاش حقها. لا الناس دي ماتت بعد إذن أنا بتكلم عشان ما صدرش فكرة إن الدولة ما خدتش حق الناس دي. لا الدولة خدت حقها وأحالت الناس اللي هي مسؤولة عن في هذه الفترة للقضاء والقضاء أعلن براءة الناس دي براءة نهائية. طب مين اللي قتلهم؟ مين اللي قتل الناس بعد إذن حضرتك؟ مش دي مسؤولية الدولة إن هي تفضل تلاحق مسؤولية عن مقتل المدنيين؟ الدولة لا تعلق على أحكام قضائية. مش الدولة كده حضرتك بتشكك في القضاء. لا 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 الناس دي خلاص الناس دي خلاص حضرتك الناس دي خلاص القضاء بره صحتها. الأجهزة التنفيذية مسؤولة عن ملاحقة القتلى. يا أستاذ خالد يعني دلوقتي لو في لو مجرم موت واحد مش لازم الشرطة تديني فرصة أكمل وجهة نظري. أنا سمعت حضرتك ما علقتش. مظبوط وأنا كمان أنا بقول لحضرتك اديني فرصة لوجهة نظري. كون إن أنا أصدر إن الدولة ما خدتش حق الناس اللي ماتت ديت. لا خدت حقهم حسب المعلومات المتوفره عنهم وحسب مواقعهم القياديه وكانوا من رتب صغيره في الداخليه تمام وحتى امناء شرطه الى مساعدين اوائل وزير وتم تبرئة صحتهم في القضاء المصري وتبرئة نهائية. فأي كلام في هذا الشأن بيعتبر تشكيك في القضاء. لا لا بس معلش أنا هرجع للتفاصيل معلش عشان دي طب اتفضل حضرتك بس سريعا بس أنا التفاصيل دي هرجع ليها بس بعد ما أكمل تساؤل. الجهاز الداخلية أو الشرطة المسؤول عن ملاحقة المجرمين القتلة في جميع الأحوال أنا مش بتكلم على القضاء. القضاء قال كلمته فيما قدم له من الناس بس في جهة تانية مسؤولة عن جمع الأدلة وتقديم المسؤولين الحقيقيين عن عملية القتل دي. وأنا أحب أذكر حضرتك بمرافعة النيابة في قضية الرئيس المخلوع مبارك اللي هو قال فيه إن الأجهزة المسؤولة تقاعست عن توفير الأدلة اللازمة لإدانة المتهمين سواء أجهزة أمنية أو أجهزة استخباراتية اللي هم كان عندهم التسجيلات بتاعة الفيديوهات اللي عندهم سجلات الأسلحة والطلقات النارية اللي خرجت. فيعني أنا مش بتكلم هنا على القضاء أنا بتكلم على أجهزة وزارة الداخلية والنيابة والمسؤولين عن سيادتك بتطالب الحكومة بأنها تحاسبهم وتبحث عنهم موجودين في السجون دلوقتي تحت التحقيق لأن ثبت بالأدلة وبيحاكموا الجماعة الإرهابية إن هي اللي مسؤولة عن قتل معظم الصور طيب. او الطرف الثالث او الخفي اللي احنا كنا بندور عليه ايام ما كنا في التحقيق.